عصر الاستقرار على مهنة المحاماة. بالطبع المحامي لما درسنا له نظم سياسية ونظم دستورية ونظم اقتصادية، وبالطبع هو يدرس أحد العلوم الاجتماعية لكي يتولد لديه الحس المجتمعي والحس السياسي والحس الاقتصادي. فالمحامي أيا كان رجل أو امرأة، أنا ما أحبش الباب يتفتح ويتقفل كده يا ريس لو سمحت. تاني اللي دخل، المحامي يجب أن يكون ملما بأوضاع المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لأنه أول المتأثرين بها وأول المؤثرين فيها. إزاي؟ أعتقد إن كثير منكم مكنش بيحضر محاضرات، أعتقد كده، لذلك كنا بنركز في معظم محاضراتنا سواء في كلياتنا أو في الجامعات الأخرى على التربية الاقتصادية والفكرية لدى المحامي. فما أقول النهاردة يا أستاذ يا محامي، يلا أنت في يوم من الأيام هتقود وتشرع وتسن تشريعات لكل أطياف المجتمع، بتعمل تشريعات للأطباء والمهندسين والعمال والموظفين، بتسن تشريعات، فأنت المسؤول، أنت الطبيب. من العيب كل العيب أنك لا تدرس الطيف ولا تعرف واقع المجتمع الذي تسن له التشريع. أنتوا بتتعاملوا مع مين وبتتعاملوا إزاي؟ فمن هنا انفرضت كليات القانون على مستوى العالم بتدريس هذه المواد لدارس القانون، نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية. فلو سألت نفسي سؤال، ايه مقومات المجتمع؟ اي مجتمع ايه مقوماته؟ ايه مادته؟ قد يتكلم معكم بمفردات قد تكون تقيلة شوية او بعيد عن الفهم، اما اقول مادة المجتمع، اي مجتمع مادته ايه؟ ابنائه، صح؟ المادة دي اما ان تكون مادة صالحة أو غير ذلك. من المسؤول عن صلاح هذه المادة ومن المسؤول عن تلافيها؟ الفكر. فما كان نقول مقومات المجتمع المصري مثلا، في مقوم اجتماعي، في مقوم اقتصادي، في مقوم سياسي. أنتم كأصحاب مهنة، كأصحاب رسالة، يهمكم المقوم إيه؟ تحب تتكلم في ايه؟ سياسي؟ ها؟ الاجتماعي؟ الاقتصادي؟ يعني تبينت الرؤى؟ تبينت الرؤى؟ اذا نتكلم في كل المقاومات دي. ليه؟ لانها لا تقبل التجزئة. النهاردة ما يكون عندي مجتمع مستقر آمن اجتماعيا، آمن اجتماعيا، هذا المجتمع المستقر الآمن مجتمعيا هيفرز نوع من البشر يتصف بالثبات، يتصف بالبناء. اجتماع مجتمع، مش هنشوف اللي احنا شايفينه في بعض الأحيان أو بنشوف في بعض الدول، مجتمع متحلل. المجتمع المتحلل هيفرز ايه؟ هيفرز ايه؟
لا فيه اقتصاد ولا فيه سياسة، لأنك أنت مادته، أنت المادة بتاعته، إنسان جاهل ومريض هيفيد الاقتصاد في حاجة؟ أنا بقول الحوار هيكون مفتوح لأنه هيدخل في نقاط تهم المحامي. ولذلك بسألك أنت يهمك إيه؟ استقرار مجتمعي ولا استقرار سياسي ولا استقرار اقتصادي؟ الإنسان العاقل اللي فاهم يقول طبعا أهم حاجة الاستقرار المجتمعي، لأن الاستقرار المجتمعي هيولد استقرار إيه؟ اقتصادي، هيولد استثمار، هيولد شغل، هيولد تشريعات للمحامين. والاستقرار الاقتصادي هيولد استقرار إيه؟ سياسي. طب تعالوا نمسك الاستقرار المجتمعي، أنت كراجل محامي بقى، يقولك المحامي المشاع عنه يفرح في المشاكل، هل دي حقيقة؟ المصايب، القضايا، ده كلام؟ ده كلام. طب ما أنت الأموال اللي أنت تتحصلها هتصرفها فين؟ في وسط مجتمع متحلل بيستغل حاجة الإنسان، بيستغل السلع والخدمات وبيرفع قيمتها، ما انت متى تخسر؟ ثانيا انت راجل مؤثر في المجتمع. اذا اما نتكلم عن الاستقرار المجتمعي، الاستقرار المجتمعي يا اساتذه بيبدا منين؟ من الاسره. ايه سر تماسك الاسره المصريه عبر التاريخ؟ ايه سر قوتها؟ تماسكها المجتمع، تماسكها المجتمع، زوج، زوجة، أولاد، في تماسك مجتمع بطريق مشروع بخلاف كثير من الدول مفيش الكلام ده. فما أحب حل المجتمع أحلل هذه الأسرة بإيه بقى؟ بتشريعات ظاهرها الرحمة وباطنها إيه؟ العذاب. نبدأ نقول يا أساتذة يا رجال القانون، عاوزين نعمل تشريع ينظم الأسرة المصرية. طيب وفقا للمعطيات شرائعنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، ولا وفقا لمعطيات واردة علينا ووافدة علينا ومفروضة علينا؟ ها هنا بقى الخلاف، هنا مكمن ايه الكلام. فهنا عندما تسد التشريعات للإصلاح المجتمعي مين اللي يستشار؟ مش رجل القانون، ما انت المشرع. انت النهاردة انت سعادتك المشرعة اللي هتضعي نظام للأسرة المصرية. وايه اللي يتعلق بالأسرة المصرية؟ البيت نفسه، تعليم الأسرة، صحة الأسرة، الأحوال الشخصية، علاقة الزوج بزوجته، علاقة الأولاد بآبائهم، ايه معنى العقوق، تفسير أوضح وأشمل. نضع نظام يحسن من وضع الأسرة المصرية ويزيد من تماسكها. أما أن توضع تشريعات تحلل الأسرة المصرية التي أنجبت العقاد ونجيب محفوظ ومحمد عبده، ها، وعلماء علموا العالم، الآن بتنجب مين؟ ها ده أثره إيه؟ تعليم مريض. أنتجت النار ده حموبيكا ومش عارف أبويكا هل هي الثقافة المصرية؟ كنت بسافر الدول وبشوف علماء مصريين بيعلموا العالم، ويأتي أصحاب النفوس الضعيفة ويشاوروا المين؟ للإعلام وما فيه، وهم دول الأسرة المصرية، هم دول اللي بيربوا أبنائنا. إذا ما يحصل تحلل مجتمعي، التحلل المجتمعي ده هينتج أفراد جهلاء مرضى، جاهل ومريض أو نصف متعلم، وهذا خطورته على المجتمع أكثر من الجاهل. إنسان بيعتقد أنه متعلم هو أجهل الناس. هذا التحلل المجتمعي هل أنتظر منه مردود اقتصادي؟ إنسان جاهل مريض. ولذلك آدم سميث رائد الاقتصاد التقليدي أما كان بيقول أن الأفراد الأصحاء المتعلمون أفيد الاقتصاد القومي من أفراد جهلاء مرضى. تخيل مجتمع جاهل ومريض، هتنتظر منه إيه؟ من سبب جهله؟
مين سبب مرضه؟ تشريعات، تشريعات غير سوية خرجت تحت ضغوط أو حكمتها أهواء. والمناسبة أنا كانت الدكتوراه بتاعتي في التسعينات كان عن اقتصاديات التعليم، إزاي أعلم الطالب مادياً، أصرف عليه إزاي، كلفته كم. إذن هنا إذا أردت أن أنتج مجتمع متحلل حاجتين، تعليمه، صحته، قبل كده أسرته. أحلل الأسرة، أحلل الأسرة إزاي؟ بعمل تشريعات، هقولها أعمل قانون للأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية عاوز إيه؟ يزيد من تماسك الأسرة المصرية ولا يحلل الأسرة المصرية؟ تعالوا شوفوا الواقع النهاردة من التشريعات التي ولدت أو بيتت بليل، نسب الطلاق في المجتمع المصري إزاي؟ إذن هنا أنت كمشرعة، أنت كمشرع تبحث عما يحقق المصلحة للإنسان أيا كان، مسلم غير مسلم، يهودي بوذي، أنت إنسان بتعيش على أرض الوطن بلدك، هتتأثر بهذا وهتتأثر بذاك. إذن أنت أيها المحامي تؤمن إيمانا كاملا بأن التماسك المجتمعي فيه مصلحة لك. فدايما نتعلم حتى من شرائعنا، كل خيرا أو اصمت. الإنسان قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما هلفطش في الكلام، تحسس أي مفردة تخرج من لسانك. فأنت رجل دولة، رجل تؤثر، لا رقيب عليك سوى ضميرك. إذا كانت الدولة في جانب، أنت محامي الشعب، أنت المحامي. إذا كانت الدولة جانبها الصواب في بعض التشريعات، أنت من تصحح. فيجب أن تتصف إيه؟ بالثبات، بالعلم. إذن الوضع المجتمعي، جملة القول، الوضع المجتمعي المستقر هو النواهي الأولى لوضع أسر، لوضع دولة، دولة قوية اقتصاديا. ولن أطيل في الوضع المجتمعي لأن دراساته معروفة. ما يهمني هنا أين تقع مصلحة المحامي في المادة. طب أجيب لك مادة منين بقى إذا أتكلم عن الوضع الاقتصادي؟ ولو سألت بقى أقول الوضع الاقتصادي، مين اللي عنده معلومة بمنتهى المسؤولية عن موازنة الدولة هذا العام ورؤيته للوضع الاقتصادي المصري هذا العام ودور المشروعات اللي ممكن تجذب استثمارات وبالتالي يشتغل السادة المحامين ويكون فيه تشريعات عملية وخلافه؟ مين اللي عنده فكرة من السادة المحامين عن موازنة 23-24 أو الوضع الاقتصادي المصري في 23-24؟ علشان نتكلم ونتحاور وأقول لك أنت مصلحتك فين، في استقرار أو عدم استقرار. ها أنت ما درستوش اقتصاد سياسي خالص؟ خالص؟ أما أنتوا درستوا إيه؟ درستوا مالية عامة؟ درستوا شريعات ضريبية؟ فين؟ الله، مش ملمين بالواقع المجتمع؟ وبعدين في الباب يا ريس، الواقف بره، نادين العامل الواقف بره ده يا أستاذ المحامي، نادين العامل الواقف بره ده، ها؟ فيش حد أي حاجة خالص؟ أي حاجة خالص؟ سنة ما شاء الله، ما بتطلعوش إعلام، تفرجوش على تلفزيون، تقروش جرايد. الله، واحد يقوم يكلمني عن وضع المجتمع اقتصاديا، وضع الدولة المصرية، انتوا أساسا محامين. الباب ده شوية افتح ده يفرق خالص. لا ما ينفعش الكلام ده، هي سادزة.
فيش حاجة خالص ها؟ طيب خلاص يعني الحمد لله نصمت، يعني ما عندناش معلومة نصدرها للمجتمع كويس، وما يكون المحامين لسان حال المجتمع لسان حال الأمة ما فيش معلومة. طب نتكلم مع مين بقى؟ مع أصحاب العلوم التجريبية؟ مع الأطباء والمهندسين والزراعيين؟ أتكلم مع مين؟ ماذا تأثيركم أنتوا إيه؟ طيب تفضل اسمك كريم؟ تفضل يا خريج دفعة كام؟ يعني طيب تفضل يا زحمة. طب ما اشرح لي، ما احنا عاوزين نفهم سيء ازاي. كويس كويس، زملائك عشان يفهموا ويسمعوا وانا احلل لكم. كويس كويس نعم. يعني انت شايف ان في تضخم، كويس، فاهمين يعني ايه تضخم؟ كويس كويس جدا. حد يلخص التضخم في كلمتين كده؟ ها ها، ارتفاع اسعار، ارتفاع اسعار، تضخم، ارتفاع اسعار. اما يحصل تضخم بنعمل ايه؟ انا كده قرأتك، اتفضل بقى. طب اقول لك اتفضل اتفضل. اسوأ من كده ايه؟ كويس، تفضل سعد، تفضل سعد. انتوا كرجال قانون، كرجال قانون اتعودوا، اتعودوا انكم تتكلموا بما تنطقوا به الاوراق، كويس، وبحسكم السياسي والاجتماعي هتقدروا تحللوا واقع البلد. كل الكلام، اوعى تستقوا معلوماتكم من خلال الميديا الاعلاميه، ده اخطر شيء. ضعوا في اعتباركم ان الميديا الاعلاميه تمثل لا تمثل 0.5% من الحقيقة. فبالتالي النهاردة نحكم إيه؟ نحكم ما يمليه علينا ضميرنا وعقولنا. ربنا قال إيه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كإيه؟ كالأنعام، بل هم أضل، وأولئك هم الغافلون. فأنت أيها الإنسان إذا لم تحكم عقلك ستصير مثل البهيمة. إذن هنا العقل السليم يتفق دائما مع النقل الحكيم، العقل يتفق مع الشرع. طيب، وما جي اتكلم النهاردة أستاذنا بيقول أنا شايف إن الدنيا سواد، شايفه كده، هذا كلام غير حقيقي. أو ما يقولوا رجل قانون، ولذلك بدأت وقلت لكم حد فيكم يعرف حاجة عن الموازنة العامة؟ الوثيقة اللي بتحوي إيرادات الدولة ونفقاتها، أنا بتكلم بقى على الوضع الاقتصادي، حد فيكم اطلع عليها؟ حد اطلع عليكم على الموازنة عام 2023-24؟ مفيش. أنا بحكم إزاي؟ أحكم إزاي؟ أي دولة في العالم هكذا بقرأها، بقرأ واقعها الاجتماعي، واقعها الاقتصادي من خلال موازنتها. فإذن الموازنة هي المراية التي من خلالها أحكم على هذا المجتمع في هذا العام. هي الموازنة بتحوي إيه؟ إيرادات ونفقات، إيرادات وإيه؟ ونفقات. هذا العام عندنا نفقات 3 تريليون جنيه. حد فيكم يعرف يكتبها؟ ها؟ كم صفر؟ تريليون. نعم؟ تفضل يا فندم. اسمي كريم، اسمي كريم. دفعة كام يا أستاذ فتحي؟ دفعة كام؟ تفضل يا فندم. أهلا وسهلا، تفضل. أولاً أنا آسف كان الكلام ده، أولاً بلاحظ سيادتك لو حد بيتكلم في المواد العامة بتاعت الدولة، بلاحظ
لكن النبيع فيه نوع من الانواع اللي هو ايه عدم عرضها عليه حتى على ما في الشعب ما تعرضتش يعني اصلا انا قريتها كلها لكن لما نلعبها تريليون او اكثر تريليون ثلاث تريليون كثره النفقات والايرادات طبعا في خلل في فجوه بين الاثنين حضرتك اللي طبعا بقى فيه دلوقتي في حاجه اسمها الحمايه الاجتماعيه في الدعم الاستثنائي استاذنا انا دخلت في التفاصيل ما دخلتش معاك في التفاصيل انا بسال الاستاذه سؤال حد فيكم طالع موازنه 23 24؟ قالوا لا. طب يا فندم انت قلت انت واحد وتقول حسب ما انت رايت. طيب اما ندخل في التفاصيل اكلم معاك. قالوا لا ما حطناش. انا بقول لكم يا جماعه يعني ايه موازنه؟ البدايه موازنه يعني وثيقه بسيطه كده بتحوي ايرادات الدوله ونفقاتها خلال فترة زمنية في الغالب سنة. دي اسمها ايه؟ الموازنة. يعني الموازنة عبارة عن ايه؟ ايرادات ونفقات. طيب السنة دي هذه الموازنة المطلوب الانفاق اللي فيها كم؟ الاستاذ قال كم؟ 3 تريليون. طيب هل الثلاثة تريليون دول نفهم بقى متوفرين ولا في عجز؟ طبعا انتوا بتعرفتوا درستوا العجز والفائض ودرستوا يعني ايه عجز اولي وعجز كلي المفترض اللي درس ماليه عامه كده. طيب اذا هنا اعرف العجز ده اسده ازاي؟ طب العجز ده هجيبه منين؟ بناء عليه انت كراجل المحامي هتقدر تبتدع وتبتكر تقول الله الوسائل اتفضل يا اسمان الوسائل التقليديه لسد العجز انا السنه دي عندي 2.2 تريليون جنيه دي ايرادات ابقى عندي عجز كام؟ يقارب 840 مليار. 840 ايه؟ مليار. اسدهم منين؟ شوف بقى الاستاذ المحامي المبتدع المبتكر اللي هيتكلم عن وضع اقتصادي للبلد اقول العجز ده هسده ازاي؟ هيطلع استاذ يقول لي الوسيله التقليديه ايه هنقترض صح. طيب هيطلع واحد تاني ابن حلال يقول لي لا 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 نرشد الانفاق نرشد الانفاق في كل المجالات بدل ما يكون عندي 75 مليار مستشارين ها لا احنا نعمل كذا. اذا ابتداع المحامي ابتكار. انت بتعمل تشريع يعمل ايه؟ طيب تعال نشوف الحلول. ايه الحلول اللي عندك عشان نسد العجز؟ اول حاجه الاقتراض. ايه انواع الاقتراض؟ اسمك ايه؟ اسمك إيه؟ مصطفى. ايه انواع الاقتراض؟ يعني ايه دين عام؟ يعني ايه دين عام؟ استنى يا فندم دوله مش عارف دين عام. دين عام يعني اي دوله عندها دين، دين محلي ودين خارجي. الدين المحلي ده يعني احنا نقترض منين؟ من الداخل يعني من البنوك والشركات والمؤسسات وهكذا. ده اسمه الدين المحلي. الدين الخارجي بنقترض منين؟ من الدول او مؤسسات الدوليه او كذا. تمام. تعالوا نتكلم عن الدين العام المحلي. اتفضل يا فندم. يا جماعه افهموا انتوا اساتذه محامين افهموا عشان تعرفوا الاستقرار من مصلحتنا ولا مش مصلحتنا. ولا يشاع كما يشاع عن المحامين انهم ما يفرحوش الا في المصايب. لا، المحامي راجل قارئ لواقع المجتمع. السابقين البشوات بتوع زمان مدرسة الوزراء اللي حكموا العالم في أمريكا ودول أوروبا أساسا محامين. فبالتالي النهاردة المحامي مش عارف يعني إيه موازنة وجاي يكلمني عن استقرار اقتصادي، مش عارف يعني إيه انفاق وجاي يكلمني عن وضع اجتماعي إزاي. إذن هنا أما أتكلم عن ميزانية الدولة، ميزانية الدولة، آدي الدولة ميزانيتها بتظهر من خلال هذه الوثيقة اللي بتحوي الإيرادات والنفقات. قلنا يا جماعة فيها عجز، العجز ده نعالجه إزاي؟ حاجتين، يا إما أن نرشد الإنفاق، يا إما أن نقترض، يا إما أن نزيد الإنتاج. يا إما أن نزيد إيه؟ الإنتاج. طبعًا زيادة الإنتاج ده هدف. طب تزيد الإنتاج إزاي وأنت عندك عالم متحلل اجتماعيًا، مرضى جهلة، أزيده إزاي؟ يبقى اذا هلجأ للوسيله الثانيه. ابقى انا حاجه ايه؟ ارشد الانفاق. ارشد الانفاق ازاي والناس لاقيه؟ طب اعمل ايه؟ ابقى انا اقترض. طب واقترض ده ما يزيد عبء على الاجيال اللي جايه. ابقى هنا دور المشرع بقى، دور استاذ القانون
اللي بيضع التشريعات ويجد الحلول. يعني تعودوا حاجة، لا تبحثوا عن مشكلة في كل حل، ابحثوا عن حل لكل مشكلة. مش هجيب لك الحل تبحث فيه مشكلة، لا، الحلول كتيرة جدا، الحلول كتيرة. طيب هنقول نقول ايه؟ طب احنا نسد العجز ده ان احنا نقترض. اقتراض ايه؟ داخلي او خارجي. طب ما الداخلي ده مصيبة، الداخلي ده مصيبة، والخارجي اصبحنا اسرى للمؤسسات الدولية، بيتحكموا فينا ويفرضوا علينا شروط مكحفة، منها خلي النوع الاخر رجالة. ممكن نعم، حاضر يا فندم. تيجي نقول يا جماعة طب نعمل ايه؟ طب هنلجأ للمؤسسات الدولية. المؤسسات الدولية دي ايه هي؟ منها ابرزها طبعا صندوق النقد والبنك الدولي. اما صندوق النقد والبنك الدولي ده ما بيدوناش حاجة لأجل عيوننا، لا لا، اولا نحن من المؤسسين لصندوق النقد الدولي باربعة مليار وستة من عشر، عام كام؟ 49 مصر. فبدينا الفلوس دي لأجل الدول النامية، بنساعد الدول النامية في ايه؟ ومصر كانت دولة عظمى، ها، في العصر الملك كانت دولة كبيرة عندها إيرادات وعندها، فأعطت لصندوق النقد الدولي الحصة بتاعتها. فما بتيجي بقترض من صندوق النقد الدولي ومش بيمن عليا، ده بيديني ايه؟ حقي. لكن تغيرت مظاهر الحياة وتغيرت القوة في العالم، وأصبحت هناك قوة مهيمنة برمجت هذه المؤسسات الدولية بحيث أصبحت مؤسسات سياسية. كيف أضغط عليك لأحقق مآربي؟ مآربي إيه بقى؟ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فأصبح النهاردة اجتماعيا بتخشيلي في مداخل، اقتصاديا تخشيلي في مداخل، سياسيا، وده كنتم شايفين الواقع الحالي. طب نعمل إيه؟ إذن المحصلة يا جماعة، اللجوء للاقتراض الخارجي أو الاقتراض الداخلي هو وسيلة، وسيلة لحل مشكلة، لحل مشكلة، لسد العجز، لسد العجز الايه؟ في الموازنة العامة للدولة. طيب الأستاذ بيقول وهو محامي، أنا عاوز أعرف فكرة عن قرض صندوق النقد الدولي. حد عنده فكرة؟ حد عنده فكرة؟ أو صندوق النقد الدولي حتى عنده فكرة عنه؟ أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير؟ طيب نحن اتفضل يا فندم. تفضل يا فندم. نعم، اسمه عبء الدين. نعم، انت ساعتك عندك معلومة يا استاذ، عندك معلومة جيدة، لكن انا بتكلم، شوف لا تبحث عن الاثار دلوقتي، انا بكلمك ايه كمعلومة عامة. اساتذة محامين مش عارفين موازنة الدولة، اساتذة محامين مش عارفين، اقول له اتكلم عن البعد الاقتصادي للدولة مش عارف، البعد الاجتماعي للدولة مش عارف، ازاي هيكون راجل يسن تشريعات؟ ده السؤال، وبناء عليه اديك معلومة مش هدخل في تفاصيل. اما كان فضل استريح، اما اتكلم النهاردة بقول اتكلمنا عن الوضع المجتمعي واثره بالنسبة للمحامي. محصلة القول، الاستقرار المجتمعي افيد للمحامي ام غير مفيد للمحامي؟ ها، فضل معنا الصندوقين، افيد ولا غير مفيد؟ اذا الاستقرار المجتمعي هيولد نشاط. صح ولا غلط؟ الاستقرار المجتمع ده احنا كلنا كده عايزين، احنا قاعدين دلوقتي نعمل على احنا دلوقتي الدوله وكل الدين بنعمل امنين على نفسنا ولا لا؟ استاذنا احنا امنين على نفسنا واحنا قاعدين ولا لا؟ انا قاعد بشرب ينسون ولا لا؟ وانتوا قاعدين على الكراسي صح؟ ايه رايك لو في برا قلق هكونوا امنين؟ ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال من بات امنا في ايه؟ في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. شوف الإنسان
إذن الاستقرار المجتمعي هو النواة والمادة التي تؤهلك لممارسة النشاط. أنت مكتبك شغل المحاماة هيشتغل إزاي؟ هيشتغل إزاي وأنت غير آمن على نفسك، غير آمن على نفسك ماديا، غير آمن على نفسك مجتمعيا؟ إذن الاستقرار المجتمعي هيولد نشاط، هيولد نشاط. ثم دخلنا عن الاستقرار الاقتصادي ومدى أثره على المحامي. المحامي النهاردة أما يكون غير ملم بواقع المجتمع الاقتصادي لبلده، أما هيشتغل إزاي؟ هناخد أتعال. أما أقول النهاردة في تضخم عالي جدا هيصل هذا العام إلى 34.8 وفقا للتقديرات الدولية تضخم. طب هنعمل إيه؟ ارتفاع الأسعار، وأنا كنت أخد أتعاب في صحة التوقيع 2,000 جنيه ولا 3,000 جنيه، أصبح الكلام ده ما ينفعش. ها؟ طب المواطن هيجيب منين؟ دوري بقى هنا إيه؟ أبا لازم أكون أنا راجل مشرع، راجل مشرع. فما بقول النهاردة أما أكون عندي عجز في موازنة، والموازنة دي هي مرآة الدولة، مرآة نشاط الدولة للعام القادم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وأنا غير ملم بيها، فأجي أقول النهاردة يا جماعة أنا عندي عجز، طب العجز ده أعالجه إزاي؟ أيوة هيتعالج، وثقوا تمام الثقة. وأنا بقولها لكم بحكم تخصصي كأستاذ للقانون والتشريعات الاقتصادية وعميد كلية، بقول لكم بكل اطمئنان وثقة أن الدولة المصرية قوية اقتصاديا، لكن توظيف الموارد، توظيف الموارد أو توظيف الإيرادات هو العيب، وأهمها المورد البشري. فحبان الله سبحانه وتعالى بأهم مورد في العالم، المورد البشري، المورد البشري غير المستغل. فلكن أسألكم، ألستم أنتم مورد بشري؟ فين يا رئيس المورد البشري المدرب؟ أنا عاوز بقى أخلق محامي يعلم الناس، يسن تشريعات. هل أقدر أقول في الأساتذة المحامين، وأنا راجل واضح وصريح، هل أقول أن أنتم منتج يؤثر في الغير؟ هل أنتم منتج قادر على سن تشريعات وهو غير ملم بأوضاع المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا؟ لا لا. لكن ما أؤكده لكم أن التأثيرات الاقتصادية أو الأوضاع الاقتصادية تؤثر في المهنة. المحامي مهنة، تبحث عن إيه؟ تبحث عن الربحية. أيوة نعم، أنت صاحب رسالة. طيب النهاردة أوضاع المجتمع الاقتصادية ما عندما تكون مستقرة مردودها على المحامي إيه؟ أما النهاردة وضع مجتمع اقتصادي مستقر يعني فيه استثمارات. طبعا. تمام؟ وتنعكس على المحامي. الاستثمارات دي هتنعكس على مين؟ المحامي. نمرة واحد. المحامي ده هيعمل إيه؟ هيشتغل، وناس هتشتغل ما تشتغلش، ويعمل عقود ولا ما يعملش. تخيل غير كده. أبقى إذا مصلحتك أنت أن تكون بلدك جاذبة للاستثمار ولا طريدة للاستثمار؟ إيه اللي يخلي البلد طريدة للاستثمار؟ ها؟ عدم الأمن، عدم الأمان، عدم الأمان المجتمعي. ها؟ بقى طرق خربانة، مواصلات خربانة. لا، أبقى إذن هنا تكون بلد جاذبة للاستثمار من خلال إيه؟ أفرادها أنتم بصورتها. وأهم صورة في المجتمع رجال القضاء الواقف أنتم. فكم سافرنا دول نجد أن رجال القضاء الواقف يعتزوا بأنفسهم كأنه رئيس دولة، يتكلم مع أي مسؤول، لا يهم أحد، لأنه حر مستقل، لا رقابة عليه إلا ليه؟ لضميره فقط، لا سلطان لأحد عليه. لكن حسه الوطني واعتزازه بنفسه يحركه. النهاردة أجد المحامي للأسف ما يشاع وما نسمع، ولذلك سمعنا في النقابة عاملة مدونة السلوك، طرحتوها أنت يا سيادة الوكيل، مدونة السلوك المحاماة. المحامي لابد أن يكون فيه رضع وفي ترغيب، مش أي محامي يعمل أي حاجة ها ويسيء للمهنة كالقاضي. إذا القاضي فعل شيء بيعمل فيه إيه؟ بيفصلوه حتى لا يؤثر في المهنة كلها. كذلك المحامي. إذن يا أساتذة، الوضع الاقتصادي المستقر له مردوده
على المجتمع وبالأخص السادة المحامين. تفضل اسمك ايه الاول استاذ مصطفى؟ حضرتك بتقول احنا نقصد بس اكيد في مثلا يعني علي صوتك شويه بعد اذنك. حضرتك بتقول احنا لازم نكتب الاستثمار لينا بس اكيد لازم نسال على المستثمرين اللي بره. يعني مثلا انا بسمع وبشوف اللي يقول لك انت مثلا يا عم فكك مثلا سي مثلا بلاش فكك دي ماشي احنا محامين بقى والفرق الاستثمار مصر مثلا مصر وروح مثلا سي الامارات مثلا في نصوص قانونيه اسهل واجراءات اسهل احسن من مثلا مصر. الاقي مثلا ازاي اقول ازاي اولى. انت قلت ايه بصفتك ايه راجل محامي راجل قانون كويس يعني ايه. انت هنا عين ناقده عين ناقده ولا عينك ايه؟ اطلعت على التشريعات المصريه احدث التشريعات المصريه قانون الاستثمار الجديد؟ ما طلعناش عليه. لكن احنا طلعنا عليه يا معالي النقيب هنعرف نوظفه في قانون. انا امبارح بالامس معالي الوزير حبيت راجل مستثمر اجنبي جاي مصر عاوز يعمل مشروع فقالوا له روح لحسين بيه الراجل ده هيدي لك ايه الاجراءات القانونيه اللي تعملها. تمام. راح لواحد تاني غير حسين بيه عقد له الدنيا عقد له الدنيا. رافض شقه الراجل السواق جايبه وجايب بيت عندي بعت معاه ابني والله لسه ما خد لصاص حقوق بعته معاه لجهه معينه وهو واقف اتعملت له الاقامه اتعمل التوكيل خلصت كل الاجراءات بقول له كملت يا جماعه محمد في مصر. قال لي ما كملتش يا بابا 10 دقايق على الباب. اذا هنا لا احنا كويس حلو كده بس انت كمحامي نطلع بقى. انا دورنا بقى المحامي انه يعمل ايه الاطلاع واحدث التشريعات اطلع عليها. اذا خلاصه القول ان الاستقرار الاقتصادي كل ما تنشده المجتمعات ان يكون مجتمعها مستقر اقتصادي في تقلبات عالمية تأثر بها العالم كله ليست مصر وحدها. احنا مؤاخذة مصر وحدها في العالم كله هي احسن دولة مستقرة بالمناسبة والمقارنة مع كل دول العالم عشان تبقوا عارفين الكلام ده. تعرفوا الاستقرار الاقتصادي ده وانا بشرح لكم هو انتوا اول مره نسمع في الموازنه العامه عن تريليونات. اما اقول موازنه عامه تنفق السنه 3 تريليون ونقدر مصر تطلع رقم 32 في العالم من حيث الاصول ان يكون عندي نهضه مصر من 500 مليار من 3 سنين الى تريليون و400 مليار جنيه دولار اصولك الثابته. يعني انت اعلى من السعوديه واعلى من الامارات. بس هنا لازم تطلعوا وتعرفوا ان الاوضاع مستقره. اما الاشاعات وللاسف اذا رددها المحامين دي المصيبه الكبيره لانه لم يقرا ولم يطلع. جمله القول ان الاستقرار الاقتصادي هيولد هينمي الاستقرار المجتمعي وعدم الاستقرار الاقتصادي هيترتب عليه اثار سيئه. لا ممكن ما تجدش نفسك انت اصلا. ده بالنسبه للاستقرار الاقتصادي. في اي سؤال عن فهم الموازنه؟ اتفضل يعني صوتك ده ارفع صوتك بس نفقات. نعم ورق انفاق. الانفاق ده بيتأتى منين؟ مش الايرادات. انا عندي ايرادات قلت لكم 2.2 تريليون 2.2 تريليون. بعد اذنك استاذ حضرتك تعالى هنا عشان نسمع ان انت بتتكلم كلام خطير ومهم. اتفضل تعال بقى هنا حضرتك تكلم الكلام مهم. لا قفل هنا اتفضل استاذ عرف نفسك الاساتذه كده. اه علي صوتك كده استاذ احمد. اتفضل استاذ احمد. اتفضل. ده عشان في بعض فلوس وتضخم كويس بس ده رقم كبير. انما مفيش انتاج زياده كويس. مفيش زراعه زياده كويس. الزراعه احنا بنستورد تقريبا معظم الاكل.
الكلام ده غير حقيقي. لا شوف شوف انا بقى دكتور. اتفضل 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 اتكلم واقعي. كلم كلام واقعي بناء على احصاءات على ارض الواقع. احصاءات زراعه مع عندنا زراعه احصاءات مع عندنا زراعه. اقول يا استاذ قول قول بالارقام احصاءات. احصاءات اتكلم ده راجل قانون. طيب احنا بنستورد قد ايه؟ انا اقول لكم تعرف انت لا السنه دي 80 مليار دولار عندي وايرادات عمله اجنبيه من الخماسي بتاعي يتجاوز 120 مليار دولار عندي. مين اسمعواك بصدق كده؟ استثمار مباشر 53 مليار دولار. تحويلات مصريين بالخارج هتصل السنه دي 32 مليار دولار. قناه السويس 8 مليار دولار. السياحة 12 مليار دولار. ومعنا جمعنا كله ده استثمار مباشر زي ما قلنا وجدناه 120 مليار دولار. أنا عندي واردات بكم؟ 80 مليار دولار. أبقى عندي يكفي ولا ما يكفيش؟ رد يا أستاذ. أنا قلت لك إحصاءات إيه؟ كويس. ما أنا بقول لك يكفي عشان كده ما ترددوش. دي أرقام في زينا إحنا. ده حكم تخصصنا. دي أرقامنا. فإذا هنا ساعدتك وما نتكلم ما نخش في التفاصيل. أنا بقول لك من مصلحتك. العالم كله يعاني. انا رحت ولفيت اوروبا الشرقيه ورحت وشفت النهارده يا جماعه لا بالعكس قد يكون مصر في انتوا. هقول لك احنا الضرايب عندنا كم في الميه على الدخل؟ 25 لا 22.5 22.5. عارف في فرنسا كم؟ 75 من دخلك. 75 انت شفت من دخلك. انت شفت اللي حصل في فرنسا؟ شوف بقى رغم ذلك شوف فنتكلم اذا فرنسا كان عملت فيها ايه. شوف واردات فرنسا ايرادات فرنسا عامله ازاي. المحصله يا جماعه انت بتضيع الوقت بتاع المعهد. خد بالك وتفضل اقعد. اتفضل انا عايز اقعد معاك بره بعد كده. اتفضل يا استاذ. ايوه اقعد واحد. اذا اتفضل يا استاذ معزك الرئيس. اتفضل. كويس تمام تمام. طيب احنا هنا الاستاذه تدعونا ان احنا نتكلم ايه موضوع تغير سعر العمله وليه احنا تاثرنا اكثر من غيرنا ليه وارتفاع الاسعار ده سببه ايه. في البدايه اسجل من هذا المكان ان ما يحدث من ارتفاع الاسعار دلالة كافية أن في المجتمع المصري أناس لا علاقة لهم بالوطن. أسوأ شيء أنك تستغل حاجة أخيك الإنسان. النهاردة ارتفاع السلع والخدمات بفعل فاعل ولا بفعل الدولة؟ بفعل فاعل. استنى بس استنى لو سمحت لو انا العالم برضو العالم انا اقول لك هو بفعل فعل. اما اجي النهارده على استغلال السلع والخدمات احتكار السلع هل تم مخاطبه الانسان ام تم مخاطبه ولي الامر؟ في الشرع تم مخاطبه الانسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عشان تعرف ان الاحتكار ده منذ عهد النبوه السلع والخدمات. ففي ناس فاسدين برضك في ناس فاسدين وما الخوارج الا اقرب مثال اللي عاوز يفهم النهاردة. ما قال إيه؟ من احتقر على الناس طعامهم على الناس ضربه الله بالجزام والإفلاس. ربنا يصيبه بدائين لا شفاء منهما. الجزام عفانا الله وإياكم والإفلاس لكونه تاجر. ما قالش الإعصار قال الإفلاس. إذن الاحتقار هنا صفة إنسان أو تصرف إنسان ولا تصرف ولي أمر؟ إذن هنا ولي الأمر عليه أن يراقب. الرقابة هنا وفقا لمقتضيات الحال مسؤولية من؟ السلطة الرقابية في البلاد. اختصاص مجلس النواب إيه؟ وما في كده سعادتك اسمك إيه؟ اختصاص مجلس النواب إيه؟ وإيه تاني؟ لا واحد يسمع عشان نفهم يا شباب. انتوا لو تقرأوا كويس وبتذاكروا كويس هتعرفوا الكلام بيقول ده ايه. اختصاص مجلس النواب تشريع ورقابه على السلطه التنفيذيه. السلطه التنفيذيه اللي هي مين؟ الحكومه. طب الامور اللي داخله دي تدخل في اختصاص مجلس النواب ولا لا؟
إذن هناك عجز في الرقاب. هو احنا ننكر في ضعف في الرقاب، ضعف ايه في الرقاب؟ طيب ايه انت كل ده بقى؟ اعرفوا في حاجتين يا جماعه. الاستاذة اللي بتقول ليه الدولار، وخلي بالكم والضغوط علينا تتطلب تحرير جديد لسعر العمله، الضغوط، لكن مش هيحصل. ليه؟ اولا ايه اللي يخلينا نحرر سعر العمله؟ ما نقولش تعويم زي الناس العامه العاميين، مش حاجه اسمها تعويم، ده كلام العاميين. بقول تحرير، نحرر سعر العمله. ايه اللي يخلينا نعمل كده؟ احنا بلد مستورد ولا بلد مصدر؟ معظم وارداتنا بعملة ايه؟ احنا ربطنا نفسنا بايه؟ بالدولار، صح؟ طيب الدولار ده اصبح التلاعب، اصبحت العملة الدولية النهاردة التي يتم بها السيطرة على العالم. فوجئنا في الفترة الاخيرة الفيدرالي الامريكي اللي ما كانش بيتدخل في كثير الاحيان بيرفع سعر الفائدة الى ابعد الحدود. طب ما انا ارفع سعر الفائده بالدولار، انا هستثمر ليه؟ طب اروح اوضع فلوسي بايه؟ بالدولار. فهربت من اموال الساخنه من مصر من 19 من 20 حتى اليوم ما يقارب 25 مليار دولار اموال ساخنه طلعت من مصر على بره ايداع بالدولار بالفائده. ترتب عليها ايه؟ ترتب عليها ايه؟ استثمارات وقفت، تمام؟ مفيش تشغيل، العملة بدأ في جف في العملة، بدأ الاحتياطي بتاعي، هكذا. إذن هناك ضغوط. طيب أعمل إيه؟ بدأ النهاردة شغل السوق السود، مفيش سوق سودة في العالم اللي عندي نحن. طيب ليه؟ ليه؟ بكل صراحة، بكل صراحة، إن في أيادي خفية بتشتغل لإيقاع البلد. بس إيقاع البلد بإيه؟ ان انا اجفف في المنابع. اعمل ايه؟ خلي فيه سوق موازي. الدولار بره بقى 30 جنيه و39 او 90، الدولار بره شوفوا في السوق السوداء بكام. انا كراجل مواطن ابحث عن ايه؟ عن الزياده. لا انا كنت بره وكنت بشوف، كان ياتي الينا الشخص، انت هتبيع بكام؟ ب 30، لا خده ب 50 وابعت لبلدك. هي الهدف ده كان شغل، شغل دولي، شغل دولي ليه؟ لايقاع الدوله المصريه. لكن اطمنكم المحصلة يا أساتذة، أنتم كمحامين، أساتذة تشريعات، أنتم من تؤثرون وتتأثرون في بعض الأحيان، تأثر بواقعك المجتمعي في ظل الأزمة اللي بيعيشها المجتمعات الآن. دور المحامي إيه؟ بعث الطمأنينة لاستقرار المجتمع أو إشعال المجتمع؟ لو اخترت الأولى حققت النقل والعقل، لو ركنت إلى الثانية من الخاسر؟ أنت. هو أنت عايش فين؟ عايش في ظل مجتمع أبنائك فيه، تعليمك فيه، حياتك فيه. إذا النهاردة الاستقرار المجتمعي والاستقرار الاقتصادي وأثره على مهنة المحاماة أثر بليغ. فالمحامي أول الناس اللي هيتأثروا. انت مش لست كالطبيب، تحتاج مرضى. الطبيب يبحث عن ايه؟ مرضى. والصيدلي بيبحث عن علاج. انت بتبحث عن ايه؟ تبحث عن ايه؟ عن استقرار مجتمع. وذلك ربنا حباك، انت حباك بما لم يحب به اخرين، فانت المشرع للاطباء والمهندسين وغيرهم. هذا عن الاستقرار المجتمعي والاستقرار الاقتصادي. هيتولد من الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المجتمعي استقرار في أداء الدولة، استقرار في أداء الدولة. جملة القول أعود حيث بدأت من أول المحاضرة، في تذكروا عندما تكلمت لكم عن أخلاقيات مهنيكم، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في بلادكم. تحسسوا المفردة التي تخرج من ألسنتكم، ما تهلفطوش في الكلام زي ما بيقولوا. المحامي عيب، كل كلمة تطلع من فمك بحساب، سواء بالنسبة للأفراد وسواء بالنسبة للمجتمعات. لا تحركك العاطفة ولا تهمل العاطفة،
ربنا سبحانه وتعالى خلقك وركب فيك العقل والعاطفة، فلا تغلب عاطفتك على عقلك، حكم العقل في أمورك كلها لكن لا تهمل العاطفة. يا أساتذة، أنا كان هدفي اليوم، لأني لاحظت معاني النقيب في الفترة السابقة من خلال محاضرات لي في بعض الهيئات القضائية وبعض الأماكن، عدم الإلمام، عدم الإلمام بواقع المجتمع. فبتعجب، أما هتعملوا لنا تشريعات إزاي؟ هتعملوا لنا قوانين إزاي وأنتم غير ملمين؟ أبقى أعذر بقى عامة الناس وخاصة الناس إنهم يقولوا أي كلام إذا كان رجال القانون بيفتقدوا الحس التشريعي، الحس المجتمعي، الحس الاقتصادي. أنا بخاطب أبنائي وإخواني، فأبنائي خريجين دكاترة واللي اتخرجوا من تحت إيدي أكتر من 30 دفعة من سنة 90. فأنا النهاردة يا شباب نريد منكم أن تحافظوا على مهنتكم، آمنوا بأن استقرار المجتمع استقرار لكم، قولا واحدا، عدم استقرار المجتمع عدم استقرار لكم. هم المجتمع، هم المجتمع، ما هو ده اللي هيشدوا تشريعات للمجتمع. طبعا قبل الختام، اللي إذا كان سيادة النقيبة عنده شيء تدولهم أو اللي عنده سؤال أو استفسار في اللي طرح، اتفضل يا فندم. وتمليك الأجانب للأراضي المصرية قابل العملة الأجنبية طبعاً. عايز أعرف دستورية على دستورية تمليك. تسمعت ولا أقرأت ولا تيقنت؟ سمعت من الإعلام وقرأت. طيب. طب أنا أسألك سؤال. إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ دولة. إيه رأيك أنت؟ إيه رأيك بقى؟ كمصري والتعامل مع المصريين إزاي؟ والتعامل مع الأجانب إزاي؟ أنت قيمت ده إزاي؟ إحنا عايزين نتكلم في إيه؟ في المصلحة العامة، والمصلحة العامة دي من واقع المصلحة العامة بتاعت بلدي الأول. أنت بقى اتكلم في ده، لأن أنت واخده إيه حتى ده عدم دستوري ولا مش عدم دستوري؟ يعني ما نتعاملش مع الناس دي، الناس دي يهود وإحنا ما نرجعهم. أنت رأي ساعتك إيه؟ لا، هو أنا ماليش رأي، لأن رأي الدستور هو الدستور قال إيه؟ الدستور قال إيه؟ عدم حقية الأجنبي في تملك الأرض المصرية. كويس، اتفضل. أي مادة دي قالت كده؟ اي ماده في الدستور هتالي كده؟ مقاومات ايه؟ مقاومات الباب الخامس، الباب الثالث، الباب الرابع؟ قول لي انت راجل محامي، مش الكلام ده خالص. قول لي انت راجل محامي. اتفضل اتفضل سعد، اتفضل سعد. شوف يا اساتذه، انا عايز اللي يسال بعد اذن حضراتكم، يعني ايه نفهم الاول نفسنا، ونفهم الاول احنا نتعامل ازاي. وخلي بالك انت هتتعامل بتتعامل مع العالم كله، كل دول العالم بتتعامل معاه، واقتصاد عالمي موجود، ودلوقتي الاقتصاد العالمي كل يوم له تغيير وله خريطه. فاحنا من ضمن العالم ده، احنا من ضمن العالم ده، وعشان ومش كده وبس، واهم من اهم العالم كله احنا، لأن كل دول العالم دلوقتي بتحاول بتعمل علاقات مع أمريكا، بتعمل علاقات مع الدول العربية. طب إيه موقف مصر من الدول العربية؟ طب إيه موقف مصر من الاتحاد الأوروبي؟ إيه موقف مصر من روسيا، من الهند، من الصين؟ ده كله إحنا فين منه؟ تخيلوا ده كله بقى اللي انا قلته ده كله، كل ده فيه حركه موجوده في الاقتصاد. الاقتصاد اهم حاجه دلوقتي، الاقتصاد دلوقتي، احنا كنا بنحارب دلوقتي بالسلاح والكلام ده كله، لا دلوقتي الحرب حرب اقتصاديه اخطر من حرب السلاح. الحرب الاقتصاديه النهارده بتوقع يوم وتقوم بلد وتقوم بلد بالاقتصاد. السلاح بيضرب بتاعتك وخلصت الليله، ومات ناس وألفات ناس والكلام ده كله. لا بقى دلوقتي، بقى دلوقتي الاقتصاد، احنا موقفنا الاقتصادي انتوا بالنسبه لكم فاهمينه ازاي؟ بالنسبه لكم فاهمينه ازاي؟ لانكم انتوا اللي عايشينه، ولازم تبقوا فاهمين كده. احنا مش بنتكلم عشان نقول كلام ونخطب، لا،
احنا بنتكلم في واقع احنا عايشينه احنا، لان هو المجتمع ايه؟ احنا البشر. فعلشان كده احنا عايزين نقول احنا فين بالعالم. طب احنا دلوقتي فين؟ طب علاقتنا ايه دلوقتي؟ فعشان كده الاقتصاد دلوقتي هو السلاح اللي بيتحرك، وهو اللي بيقول لك دي هتبقى ايه ودي هتبقى ايه. فعلشان كده لازم احنا من دلوقتي، انا شايف حد بيتكلم يعني حاجات كده ملهاش علاقه بالدنيا، ملهاش علاقه بالعالم، ملهاش علاقه بالحياه، ملهاش علاقه بالمجتمع. احنا لازم نتعايش، لازم نتعايش مع ايه بقى؟ مع العالم كله. في الاول نتعايش مع مجتمعنا، مع نفسنا، ونحط احنا هنروح فين. خلي بالكم كل يوم جديد في اقتصاد بيحصل كل يوم. فعلشان كده انتوا بادئين لسه، انتوا كمحامين جدد بادئين انكم هتبداوا تقفوا بالنسبه للمجتمع، لانك انت هتبقى مسؤول عن كل واحد مسؤول عن نفسه. نجيبها من كده الاول، كل واحد مسؤول عن نفسه. لما يبقى كل واحد مسؤول عن نفسه كلنا هنبقى مسؤولين عن بلدنا. كلنا هنبقى مسؤولين عن بلدنا. خلي بالك النهارده لما نقول مسؤولين عن بلدنا، مسؤولين عن بلدنا، انت النهارده ممكن يحصل اي حاجه، ممكن يحصل اي تصرف من اي دوله، اي تصرف ايا كان نوعه. فعلشان كده لازم احنا نبقى حريصين جدا جدا على ان احنا ننمو بالبلد. وعايز اقول لكم حاجه كمان، احنا دوله كويسه ودوله اغنى. طب انت وزاد كنت بتتكلم في الزراعه وبتقول ما فيش زراعه والكلام ده كله وكلام. طب ايه راي حضرتك في الزراعه بتاعت الجنب؟ ايه القوه الاقتصاديه الزراعيه اللي في بلدنا دلوقتي وتغيرت من كام سنه وبتتغير كل يوم؟ وايه الامكانيات والتقدم العلمي اللي هو دلوقتي في المجال الزراعي؟ طب ده احنا بنصدر يا استاذ دلوقتي. احنا بنصدر، احنا عندنا مخزون. في دول ما عندهاش قوت يوم، احنا عندنا مخزون في القمح ومخزون في حاجات تانية، فواكه والكلام ده كله. احنا النهارده احنا الدولة الزراعية اللي موجودة في الشرق الاوسط كله. بتتكلم في اتكلم عن نفسك، اتكلم عن بلدك، يعني تتباهى بان بلدك وصلت في الظروف دي اللي احنا فيه ده. وبعدين في حاجه، هو ده اللي بيتعرض على التلفزيون وبيتعرض على كل القنوات، كل ده واقع احنا بنشوفه، واقع اقتصادي احنا بنشوف منتج بتاعنا ولادنا. ايه احنا هنفضل كده لحد وقت ايه؟ احنا وصلنا لمرحله محترمه، ووصلنا لمرحله احنا لنا دور فيها، احنا لنا دور في الاقتصاد، احنا لنا دكتور لنا دور. طب هل تعلموا ان احنا الجيش بتاعنا قوته ايه على مستوى العالم؟ لازم نبقى عارفين كل حاجه. قوات المسلحه بتاعتنا قوتها ايه على مستوى العالم، وايه الاسلحه اللي موجوده عندنا الاولى في العالم، الاولى في العالم. عارفين وليه؟ عارفين حفظ مقدراتك، عارفين ده اقتصاد عسكري. نعم. انت بتقول لك انت عندك اسلحه موجوده في الجيش المصري مش موجوده في العالميه الاولى. نعم. هي الاولى، وتدربوا عندنا من ساعه السلاح ده ما ظهر، تدربوا عندنا في مصر ولغايه دلوقتي اسلحه معينه هي اللي موجوده في مصر. بتتكلموا في ايه؟ احنا دوله ولازم تتباهى وتفتخر ببلدك. احنا في مرحلة عالمية اقتصادية موجودة دلوقتي احنا فيها احسن الدول. يقول لك احنا عندنا كيلو ب 300، كيلو اللحمة ب 300 جنيه و 250 ومش عارف كام ده كله. ايه في يا استاذ؟ بقول لك ايه، فيه بيجيبوا. استنى بيه بعد اذن حضرتك، انا بعد اذنك هروح، انا بتكلم الشباب دول ولادنا بيه. بعد اذنك ارجوك يا باشا، ربنا يحاسبنا. معلش بعد اذنك، يعني احنا وانت وكل ده سنينا له حد معين عاش وكده، ادنان دول بقى حقهم علينا لازم يعيشوا صح. طيب
بالدومين العقاري ده اصبح جاذب للاستثمار ولا طرد الاستثمار؟ مين النهارده اللي يسوق لهذا الدومين عندنا؟ مين اللي يسوقه؟ طب النهارده اذا كنت عندك بتقول عندي تضخم وعندي عجز، اذا اعمل كل ما في وسعي لجذب المستثمر الاجنبي. عندي تضخم وعندي عجز، هو بيقول كده مثلا، مثلا اجذب المستثمر الاجنبي. اجذب المستثمر الاجنبي عن طريق ايه؟ المستثمر الاجنبي هيجي عندك يعمل ايه؟ يستصلح اراضي، يعمل مصانع، يعمل مشروعات من خلال الدومين ايه؟ العقار. زي النهارده العاصمه الاداريه اديكم شايفين، ولا راح فيكم العاصمه الاداريه، وانا من الناس اللي اشتريت في العاصمه الاداريه وكان بكذا بكذا. تعال النهارده الاسعار عامله ازاي، الاسعار عامله ازاي. اذا الدومين العقاري من يستغله؟ احنا. هذا كان مهمل، سواء كان عام او خاص، مهمل. مهمل النهارده جذب كم مليار دولار لمصر؟ اذا يا جماعه مش بيعالج بالغالي. اتفضل اتفضل كويس. طيب اتفضل يا سعادتك اتفضل. اذا يا اساتذه، الاستاذ بيتكلم عن التملك. لا، التملك للاجانب في اماكن تتعلق بالامن القومي يحظر على اي اجنبي يتملك فيها، اما فيما عدا ذلك احنا لنا املاك خارج مصر. احنا لنا املاك في اليونان، لنا املاك في قبرص، لنا املاك هنا وهنا، وانتم عارفين في دول مجاوره لينا. ها لا لا، ملكيه ايام ايام الخديوي اسماعيل. المنطقه التي اقيمت فيها سد النهضه دي مصريه بس للاسف. اذا يا جماعه تحسسوا اي مفرده تخرج من لسانكم. الاستقرار الاقتصادي يتطلب ان يكون لك انياب ومخالب لتحمي مقدراتك، مقدراتك الاقتصاديه من غاز وبترول و و و، هتحميها ازاي؟ بالكلام، بالصراخ. فكله ده بيستلزم ايه؟ نفقات. بيستلزم ايه؟ ان انت تجيب موارد عشان تقدر تغطي نفقاتك. اذا بقى ما يهم من هنا انتم المورد البشري، المورد البشري اللي هيزرع الوعي في الناس. ابني وابنك هتزرع فيه ايه؟ هتزرع فيه البؤس واليأس، ولا تزرع فيه الانفراج والامل والتفاؤل؟ احنا لسنا مجتمعات رفاهيه نعيش لكي ناكل، احنا اصحاب رساله. انا بخاطب جيل امهات واباء، بتعلموا ابنائكم ايه؟ تعلموا الحب ولا الكراهيه؟ العطاء ولا الاخذ؟ البناء ولا الهدم؟ ده ربنا قال يا اخي وجعلكم خلائف الارض واستعمركم فيها، اي كلفكم بعمارتها بالكلمه الطيبه. نحن لسنا اهل صراخ، اتعلموا البناء بالكلمه الطيبه. اتعلموا انتوا يا اساتذه محامين، كونوا ملمين باوضاع المجتمع، لا تتلفظوا اي مفرده تخرج من لسانكم، تحسسوا اي مفرده تخرج من لسانكم. الحوار الغرض من هذا ايه؟ ولماذا اخترت هذه المحاضره؟ لما لمسته كمحاضر وكعميد وكاستاذ جامعه وكهنا وهنا؟ لمسته في غياب، في غياب في الفكر. أصل إيه؟ إعلام موجه في بعض الأحيان يريد أن يأخذكم، يأخذ عقولكم، فأنتم لا تتأثروا، أنتم الذين تؤثرون. ده أنتم أصحاب التشريعات، أنتم اللي بتشرعوا لينا. هنحافظ على نفسنا إزاي وهنحافظ على كياننا إزاي؟ سامحوني إن أنا إذا كنت بأستثار، لكن ما أشاهده وما أسمعه من تأخر في الوعي وعدم إدراك، ممكن أعذر الطبيب، أعذر المهندس، لكن ما أعذرش المحامي. ما أعذركش أنت أبدا. اقرأوا وتعلموا، راجعوا اللي احنا درسنا لكم في المقررات. هذا كل الكلام اللي بنقوله ده قلنا أكتر وزيادة. لا احنا بنتكلم بقى بصفة عامة دلوقتي، يعني في دول عربية واخدة من عندنا حق انتفاع، ماشي، وحق انتفاع في حاجات مهمه جدا وحاجات بتدخل مليارات، يعني يعني عندنا في الفنادق، عندنا في معظم في مباني كتيره، في ارض بتاخدها، في الامارات خدت حاجات بتعمل استثمار. هو انت باخد لما بتاخد مساحه ارض من عندنا، هو انت بتبيعها؟ انا ما ببيعهاش، ده حق انتفاع. حق انتفاع هو بيستفيد، واحنا اصلا من باب الاول يعني هنستفيد.
وده موجود. فعشان لما اجي لازم تبقوا انتوا عارفين الكلام ده، لان ده هو اللي جاي، ده هو إيه انتوا هتعيشوه، واللي جاي ده هيبقى اقتصاد بالنسبه، وهتبقى احنا بلدنا من الدول المتقدمه اقتصاديا. ما تقول الدوله بلدنا من الدول المتقدمه اقتصاديا، بنقول دي ايه؟ هنا بيبقى رفع مستوى المعيشه، رفع مستوى المعيشه في كل مجالات الحياه. احنا بني ادمين، وربنا سبحانه وتعالى يعني كرمنا عن كل المخلوقات اللي في الارض، وكرمنا عن كل المخلوقات اللي في الارض، وسخر لنا كل المخلوقات اللي في الارض، مش كده وبس، وسخر لنا الكون عشان يخدمنا كله. تخيلوا كده. يبقى احنا بنتعامل ازاي مع الحق سبحانه وتعالى وهو بيعلمنا الحياه في الارض شكلها ايه؟ يبقى احنا بنتكلم فين وحد تاني بيتكلم فين، ويقول لك اصل المحكمه الدستوريه والماده كذا، وما حصلش الا المحكمه الدستوريه قالت ولا المحكمه العليا قالت، انما احنا اللي بنقول. فعلشان كده لا، هو انتوا مش عارفين ان الامارات واخده من عندنا مناطق سياحيه والكلام ده كله، وبعض الدول واحنا هم خدوا بقى ايه واحنا خدنا ايه؟ ما هو لازم نبقى فاهمين، لازم نبقى فاهمين ايه. وبعدين في حاجه كمان، انت الدوله الوحيده اللي على مستوى الوطن العربي كله هي اللي بتدير كل الدول دي، والعلاقات بتاعتنا اولا. ده انتوا لو تعرفوا مصر دي عملت ايه، مصر دي عملت ايه. مصر انا بقول لك، مصر اقوى دوله في الوطن العربي وفي افريقيا كلها، ودخلنا في اوروبا. انتوا مش عارفين قيمه بلدنا شكلها ايه. بعث روح التفاؤل، كل كلمه طيبه واسكت، طالما ما تعرفش اسكت، لكن عيب كل العيب انك ما تعرفش تقول محامي ما اعرفش. لا انا الله يبارك، ما تقولش بقى اي كلام. النهارده اما بقول لك ايرادات الدوله، لو سالت واحد فيكم كده قلت له معدد ايرادات الدوله السياديه عندي ايه، مش هيعرف. ايرادات الدوله السياديه، عدد الايرادات بصفه عامه، مش هيعرف، لانه لو كان عارف ما كانش سال. انتوا بتدرسوا اقتصاد سياسي كمحامي ليه؟ عشان تعرف مدى التاثيرات السياسيه عليك في الاقتصاد بتاعك، مدى التاثيرات السياسيه العالميه عليك، زي النهارده ازمه اوكرانيا، السودان، ازمه كورونا، كله اثر عليهم، ما اثرش، اثر على العالم كله. لذلك بندرس لكم اقتصاد سياسي. اثر يا استاذ ولا ما اثرش؟ ماشي يا ريس، نختتم يا ريس. الحديث معاكم طيب، وانا اتكلمت النهارده معاكم بروح الاب والاخ والزميل، ها؟ فاذا كانت هناك زله او هفوه يعني ارجو ان تتجاوزوا، وان شاء الله نلتقي في المحاضرات القادمه. انا لسه ما خلصتش. استنى استنى يا بدر، اتفضل. احنا النهارده الدكتور طبعا اتكلمنا في كل الامور اللي احنا عشنا فيها النهارده، واتكلمنا في كل الموارد والاصول اللي موجوده عندنا في مصر، واتكلمنا في كل حاجه، وخرجنا عن نطاق المعهد، وخرجنا عن نطاق القانون، وخرجنا عن نطاق كل حاجه، وادينا حقنا كل حاجه. ليه؟ لان احنا الاول لو لازم نبقى احنا من جوانا واثقين من اللي احنا بنعمله، لازم احنا نبقى واثقين من اللي الدوله بتعمله، لازم نبقى واثقين من الحكومه بتعمله، لازم نبقى واثقين من الاقتصاد بتاعنا بتاع بلدنا، اقتصاد متعافي وموجود على مستوى العالم كله، وتعرف قيمه ومكانه بلدك ايه. هي قيمه ومكانه بلدك ايه؟ ما هو احنا الشعب كلنا، قيمه بلدنا هو ربنا. فعلشان كده اللي اتقال النهارده ده كلام مهم جدا جدا، لان المرحله اللي جايه عايزه يقظه منا في كل وقت وفي كل حين. ليه؟ لان انت معرض لاي حاجه، مش معرض لاي حاجه غلط، لا، انت معرض لاي موقف انت احنا عايزين نعمله. هو اللي موجود النهارده بالنسبه لاحنا كمصر، ايه علاقه مصر بالسودان؟ ايه؟ عارفين انتوا علاقه مصر بالسودان ايه؟ ها؟
ايه؟ علاقة مصر بالسودان. خلي بالكم احنا مصر زمان كان مصر والسودان اقليم واحد. المملكة المصرية. وموجودة لغاية دلوقتي، الخريطة موجودة، المملكة المصرية. دي لغاية دلوقتي موجودة، فعشان كده كنا احنا والسودان دولة واحدة. طب انتوا عارفين حاجة عن الكلام ده؟ لا مش عارفين. فعلشان كده احنا بنقول يعني شو انتوا مش عارفين مصر؟ لا مصر دي كانت المملكة المصرية. والخريطة موجودة عندنا وفي السودان. الخريطة مصر والسودان. اقليم واحد. اقليم مصر والسودان. فعلشان كده انت عارف مكانتك فين؟ وبعدين احنا عايزين احنا كشباب بقى كشباب. وما هي الشباب دي هي المستقبل. فعشان احنا انا ما نقول شباب انا بقول شباب كله محامين ومحاميات يعني. فعلشان كده احنا اللي قدام احنا اللي مسؤولين عن بلدنا، احنا اللي مسؤولين عن مصر، احنا اللي مسؤولين عن مصر في كل حاجه. في كل حاجه مش انت كمحامي طبقا للقانون والدستور انت بتدافع عن امن البلد وامن الوطن وبتدافع عن مصر الاول، بعدين انت بعد كده بقى بتمارس كمحامي، لكن اساسك وطنك. اساسك وطنك. ودي اهم حاجه. فعلشان كده انت بتقول احنا محامين وبس وخلاص. مش محامين، ده احنا بندافع عن الحق، بندافع عن الوطن، بندافع عن بلدنا، بندافع عن كل ما يفكر ان هو يوصل بلدنا. فعلشان كده احنا لازم من دلوقتي نعيش المستوى اللي احنا فيه. والنهارده بقى ايه؟ كل يوم بتغير، كل يوم بتغير. تعال شوف كل يوم الدستور بتغير، كل يوم قانون بتغير. ده في قوانين بتتغير واحنا مش عارفينها. في قوانين بتتغير احنا مش عارفينها لغايه دلوقتي. فاحنا دلوقتي لازم احنا مش هنيجي المعهد عشان نسمع المحاضرات ونقوم نمشي، لا احنا هنسمع المحاضرات ونتعلم المحاماه ونبقى محامين ممارسين لمهنه المحاماه. انا النهارده كنت سعيد جدا وانا في محكمه النقد مجموعه من المحاميات والمحامين قابلوني في المحكمه النهارده بجد وانا كنت منتهى السعاده لان كلهم جم سلموا عليا وانا في القاعه ولابسين الارواب وحاجه تفرح. ويعني بحب انقل لكم يعني ان فعلا المحامين هم اللي جايين. وعشان تبقوا عارفين كمان بقى المحامين اللي جم المعهد كلهم حريصين جدا ومتمسكين جدا وعايشين جدا باقتناعهم ومتعايشين بمهنة ورسالة المحامي اللي احنا بنشوفه بجد يعني حاجة تفرح. وعلشان كده احنا بالنسبة لكم كل حاجة احنا هنوفر لكم كل حاجة، كل حاجة، كل اللي هنا لازم يطلع. شوف انا بقول ايه يطلع؟ لازم يطلع محامي. النهاردة انا شفتهم محامين ومعانا في المعهد، يعني لسه في المعهد قابلوني النهاردة في المحكمة وسالت انت فين يا استاذ؟ تقول لي انا فين اهو في القاعه كذا. واستاذه تقول لي انت يا استاذه فين دلوقتي؟ تقول لي انا مع الاستاذ في المحكمه. وجت خلصت قال لي طب الاحكام هتطلع امتى؟ هي اللي بتسالني تقول لي الاحكام هتطلع امتى؟ قلت لها بعد المحكمه الجلسه ما تخلص هينطقوا الاحكام. وما في بس كانوا حاجه تفرح، منظرهم يفرح. دي المحامين وده المحاماه. فعلشان كده لازم احنا فكرنا عالي. اي حد تحس ان هو يعني الفكر فيه تارجح بلاش منه خالص. احنا بلدنا مصر وعايشين عشان مصر. وتحيا مصر وتحيا نقابه المحامين. وبالنسبه لكم يعني ان شاء الله عاشت نقابه المحامين بكم ولكم.